شايف جماهير الزمالك العظيمه، شايف معايا جماهير الزمالك العظيمه عامله ازاي، شايف جماهير الزمالك العظيمه عامله ازاي، شايف جماهير الزمالك العظيمه عامله ازاي. بص وشوف يا مرتضى يا منصور، شايف الناس بتتصور مع شيكابالا فرحانه ازاي، شايف الشكل في مطار الدوحه عامل ازاي، شايف. بص وشوفك، شوف الزملكاويه، بص بعينك شوف الوايت نايتس بيعمل ايه، بص بعينك شوف الزملكاويه بيعملوا ايه. كفايه بقى، لازم نحتضن ولادنا، ولازم اللي بيكرههم يغور في 60 داهيه. شايف الوايت نايتس بيعمل ايه؟ شايف اللعيبه بتحييهم ازاي؟ شايف كاتبين ايه هنا؟ غايبه من سنين هاتوها لاجل العشرين، غايبه من سنين السوبر الافريقي هاتوها لاجل العشرين. احاسيس ومشاعر تحرك الحجر، ولكن مرتضى منصور لا يتحرك. احاسيس ومشاعر تخليك تعرف قيمه الزمالك، ولكن رئيسه لا يعرف قيمته، لانه رئيس جه في غفله من الزمن ولا يستحق ان يكون رئيس لهذا النادي العظيم. اهو غايبه من سنين هاتوها عشان العشرين. اهو شايف اللعيبه، شايف المنظر، وكالات انباء العالم كله النهارده كانت بتتكلم عن المناظر دي. اسماعيل يوسف اهو اللي نسي حتى قيمه ناديه، رئيس البعثه اهو اسماعيل يوسف اهو على انه يطلع يفتخر بالزملكاويه ويشكر الوايت نايتس لو عنده نخوه وعنده رجوله وما بيخافش من مرتضى منصور. شايفين شكل مطار الدوحه؟ شايفين شكل مطار الدوحه عامل ازاي؟ شايفين الشكل يفرح ازاي؟ شايفين ابو سنيده منور اهو، ابو سنيده اهو مع الوايت نايتس بيحتفلوا بالزمالك. راجل موهوم، راجل خيالي، راجل ما بيعرفش يقول ايه، قاعد يعمل ازمات تلو الازمات، ساسي ورفاقه. شايف بطوله غايبه من سنين هاتوها لاجل العشرين، بطوله غايبه من سنين هاتوها لاجل العشرين. شايف اهو اهو، شايف بعينك، شوف بعينك واستمتع، وشوف الجمال واتمتع. انه الزمالك الزعيم عندما يحل بدوله يشرف كل المصريين. واسمع وشوف. شايف والله العظيم ثواني تساوي ملايين، ده الألم اللي على قفاه وعلم ويوجع أهو. شايف ده جمهور الزمالك، ده جمهور الزمالك العظيم، ده جمهور الزمالك الكبير، ده جمهور الزمالك اللي هو مال الدنيا ومال الاجواء. ده الوايت نايتس، ده الوايت نايتس اللي مرتضى بيحاربه لانه عايز يقعد وحده في المدرجات، عايز يبقى زي قرد قطع ما يشوفش حد. ولكن تقول لمين ومين يسمع ندايا؟ تقول لمين ومين يسمع ندايا؟ النهارده المنظر في الدوحه كان حاجة فوق الوصف والخيال. ادي اللي عايزه مرتضى منصور اهو، ادي اللي عايزه مرتضى منصور اهو، ادي اللي عايزه مرتضى منصور اهو اهو. ان يجلس كده زي اليتيم، زي قرد قطع، زي الفقر اهو، والمدرجات حواليه فاضية. ده ما يحلم به مرتضى منصور، لانه لا يعيش الا لمرتضى منصور، ولا يحب الا مرتضى منصور، ولا يعرف شيء في الدنيا الا مرتضى منصور، ولا يقدم شيء الا لمرتضى منصور اهو. ده المنظر اللي عايزه مرتضى منصور، ده المنظر اللي بيحارب بيه الجمهور، ده المنظر اللي بيحلم بيه مرتضى منصور، انه يعمل دوله من خياله يكون فيها وحده هو الرئيس وهو اللعيبه وهو المدير الفني وهو الجمهور. ده مرتضى منصور اللي لسه فيه متخلفين بيدافعوا عن زمنه وايامه اللي هي اسود ايام دفها الزمالك اهو. الصوره لا تكذب، هذا ما يريده ابو احمد وامير، التوريث والعزبه تبقى بتاعته وحده اهو.
يقعد يألف لك يقول لك ابو سنيده وام سنيده وعلي سنيده ومش عارف ايه، كله خيال في خيال في خيال. ومشغل حواليه شويه عيال اونطه، شويه عيال اونطه متخلفين يشتموا اي حد مش على هوا سيدهم وتاج راسهم مرتضى منصور. زي الواد ايمن حافظ ما بيقول لك ايه، اوجه الشكر من الدوحة لرئيس الزمالك مرتضى منصور الذي لولاه ما رأينا هذا الاستقبال.